ما في صح ما في غلط، انت حر. اذا عن جد حابب تنجح، اذا عن جد حابب توصل، اذا عن جد حابب تأدي، your choice. ما في صح ما في غلط، وما حد حيدق الباب. فلان شو رأيك اسويك ناجح؟ no way. كمستحيل. ما في حد، لا ابوك لا امك لا اخوك لا اختك، ما في حدا مسؤول. فاي واحد اليوم في مرحله في حياته بحس حاله بده اكثر اكشن اكشن اكشن، لانه يا جماعه اخر الحلقه هي انك تعرف شو بدك وتسعى وراه وما تقعد تستنى بامل بدون عمل. ما اجمل الامل لما يكون في عمل. بيقول لك كان في شباب مره ماشيين لقوا ذهب كتير في الغابه هيك، فمسكوا الذهب هيك ما صدقوا ايش كل هالذهب هذا، معقول؟ صاروا يعدوه ارقام كبيره، خافوا، قال لك لازم نخبيه، لازم نفكر شو بدنا نعمل فيه. لف الليل قبل ما الدنيا تروح هيك وتروق، بعدين حنشوف شو بدنا نعمل. اسمع روح انت جيب لنا اكل. فبعت واحد منهم وظل اثنين قاعدين، راح يجيب اكل. هو في الطريق صار يفكر يقول هذا الذهب كله لو كان لإلي كيف اعيش، وقصور وعالم، وبدي اعيش حياه ما في زيها اي شيء، بدي اجيب الاكل واعبيه سم وخليني اسم الاثنين واخذ الذهب الي لحالي. وراح يجيب، وهدولك الاثنين قاعدين بيستنوا فيه، صار يقول يا اخي ليش نقسم الذهب على ثلاثة؟ خلينا نقسمه على اثنين، اول ما يجي بدنا نقتل الزلمة هذا وندفن وناخذ الذهب. اوكي اوكي اتفقنا. اول ما روح حط الاكل على الارض، نطوا عليه، دمروه، قطعوا راسه، قتلوه، دفنوه. قال لك يلا خلينا ناكل قبل ما نوزع الذهب. اكلوا، مشى السم في عروقهم، قتلهم وماتوا كلياتهم. النوايا السيئة هاي الا ترجع على اصحابها شو ما عملت، في البزنس، في العلاقات، في الدراسة، وين ما بدك. دائما خلينا نصفي نيتنا لانه اخرتها حترجع لنا. الله يوفقك. في 1951 عملوا دراسة، رسموا على الحيط ثلاث خطوط، خط طوله 20 سنتيمتر، خط طوله 30 سنتيمتر، وخط طوله 40 سنتيمتر، ودخلوا على الغرفة 11 شخص وسألوهم شو شايفين أطول خط. الإشي الغريب الوحيد أنه 10 من 11 كانوا ممثلين، وقالوا لهم أنتوا كلكم اختاروا 30، والرقم 11 هذا خلينا نشوف شو حيصير فيه. فبعد عدة تجارب طبعا جمعوا نتائج رقم 11 هذا شو صار معه. اكتشفوا أنه 90% من الناس الطبيعيين جدا اختاروا 30 سنتيمتر، مع أنه عينهم وعقلهم وقلبهم شايف أنه 40 سنتيمتر أطول، اختاروا 30. تخيل يا أخواني، هذا اللي بيصير معنا كل يوم بحياتنا تقريبا. وفي حياتنا في قرارات مصيرية جدا عارفين أنها الأفضل لإلنا، ولكن لأنه ما في دعم أو ما في تأثير إيجابي من الناس اللي حولينا بنقول لا العالم التانيين أدرى. في قرارات مصيرية لازم تأخذها في حياتك هي، وما حدا شايفها صح غيرك، أنت لازم تعملها. استفتي قلبك وثق بنفسك وثق في ربك واعملها وتوكل عليه. مرات ممكن كل الناس عم بيعملوا شيء غلط وأنت الوحيدة اللي عم تعمل صح. ثق في نفسك وتوكل على الله. مرحبا معتز. هلا. إذا حد كثير متردد في قراراته فشو يسوي؟ كيف يحسن من نفسه؟ واحد متردد بقراراته، التردد له كثير أسباب. واحدة منهم أنك أنت بتخاف تأخذ ممكن تكون مسؤولية لو طلع القرار غلط. اثنين، أنه واحد بيخاف من الفشل. وثلاثة، ممكن يكون أنه بدك تستنى فرصة أحسن. ففي معلومة كثير مهمة لو تعرفها وتطبقها بإذن الله حتساعدك أنك ما تتردد. ما في إنسان على وجه الكرة الأرضية بيعرف المستقبل، ما في. ولكن أحسن 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 طريقة تأخذ القرار إنك لما أنت تستشير وتستخير وتشوف أحسن قرار بالنسبة لك الآن، يعني تحط البلس والماينس، شو بستفيد لو عملت هالإشي وشو بخسر لو ما عملت هالإشي، بأوبشن 1 أوبشن 2 أوبشن 3 أوبشن 4، تحط كل الخيارات قدامك وتأخذ أنت باليوم أحسن قرار شايفه لك وتتوكل على الله. هل ممكن يكون القرار غلط؟ أكيد. التردد لا حيطلعك خطوة لقدام، بالعكس حيرجعك خطوات لورا. لتعمل أي تغيير حقيقي في الخارج لازم يتغير داخلياً أول شباب. مستحيل أنه يصير في تغيير في الخارج إذا ما في تغيير جوه، مستحيل. إذا أنت مقتنع ومآمن أنك فاشل، مستحيل 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 تعمل أي شيء بدك إياه، مستحيل. لو أنت مقتنع ومآمن أنك أنت وعيلتك فقراء، مستحيل 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 أنك تعمل مصاري، مستحيل. لأنك أنت ما حتشوف الفرص، لأنك أنت ما بتدور عليها. اللي بيحس حاله ذكي وبيحس حاله غني بيكون قاعد في القهوة، بيكون قاعد مع شباب بيكون يحكوا فكرة بالقطة، إيش هاي الفكرة؟ بيكون بيدور كيف ربنا بده يفتح لي الرزق من وين. الفقير بيكون قاعد بيكون يحكوا عن فرص عمل وعن فكرة أبليكيشن جديد أو طريقة جديدة أو حساب على الإنستغرام حيدخل فلوس أو أي فكرة، بس هو ما بيسمع لأنه أنا فقير، أنا هذا مش لإلي موضوع الفلوس. لا بس مش لإلي الفلوس، بلوك. مين مستوعب علي الفكرة شباب؟ شو هو الوقود؟ مين بده يعرف شو الوقود شباب؟ لأنه كلياتنا بنستنى الناس تحمسنا. طب أنا كيف أتحمس؟ أنا كيف أعمل؟ مش غلط تستنى الناس تعطيك وقود، بس 20% بس مش أكثر، 80% لازم تكون من عندك. هذا الشيء هو الفرق بين الناس اللي بتوصل والناس اللي ما بتوصل. هذا الشيء هو الفرق
بين الناس اللي عن جد بدها تحقق إشي من قلبها والناس اللي بس بتحكي. هذا الشيء اللي حيورجيك لو هذا الهدف لإلك على هذا الكوكب ولا أنت بس بتقلد الناس لأنها الموضة. هذا هو الإشي. هذا الإشي شباب لما تستوعبه عن جد من قلبك وتشربه وتبلعه وتتنفسه، أي هدف في حياتك حيصير piece of cake، حيصير سهل جدا جدا جدا، لأنك حتضمن 100% 100% بإذن الله أنه هذا الهدف على هذا الكوكب لإلك. يا ترى شو هذا الإشي؟ هو أنك تعرف لماذا تريد ما تريد. هل أنا كثير لا مبالية، يعني ما بعطي مثلا يعني عن جد ما بعطي ردة فعل صح للمواقف لأنه خلص اللي بده يصير يصير. أغلب الوقت بيكون هيك لأنه الإنسان ممكن ما يكون عنده خطة بعيدة في المستقبل البعيد، إنه زي أليس إن وندرلاند، وين الطريق الصح؟ طب أنت وين رايحة؟ والله ما عارفة، فكله صح. فأنت لإلك أي شيء حواليك عم بيصير هو حقيقي بالحقيقة، مش مهم بالنسبة إلك. هذه اللامبالاة بتصير بالشغلات الغير مهمة في حياتك. هلأ إذا بتصير بكل حياتك، يعني أنت واصلة مرحلة حاسة كل شيء عادي وكل شيء ملل، اطلعي من الكومفورت زون تاعك، اطلعي من دائرة الكسل هاي، جربي شيء جديد، حاولي سوي سمارت جولز وامشي فيها عشان يصير في إشي جديد في حياتك. لما يصير إشي جديد في حياتك تعباني عليه وعرقاني عليه ومعيط دموع عشان يزبط، لما يصير في شيء غلط حتبالي 100%، لأنه صرفت جهد ووقت ومال عليه. التفكير الزائد والسلبي، مين عنده تفكير زائد شباب؟ جزء رئيسي من الأفكار الزائدة والأفكار السلبية جزئين. الأولى عم تستعمل حواسك لتدخل على نفسك معلومات سيئة من الأخبار، من القعدة مع ناس بتشوف تسمع، وعشان أنت تبعد عن هاي الأفكار السلبية أول شيء لازم تعمله أنك تحاول تحدها، توقفها من الناس أو من الميديمز اللي بتوصلك عليها، راديو، تلفزيون، الناس اللي قاعدة معهم، هذا رقم واحد. لأنه التفكير الزايد بالإشي الكويس ما حتشتكي منه، التفكير الزايد بالإشي السيء حيتعبك، صح ولا لا؟ بالضبط. سو تاني شغلة الرياضة، الرياضة. ثالث شغلة exercise the captain، مرن الكابتن. كل ما كنت بتمرن الكابتن اللي هون أكتر، كل ما في معلومات كويسة دخلت مخك أكتر. أربعة وأهم واحدة، اقتلي الملل، اقتلي الملل، اقتلي الوقت الضائع، ممنوع يكون في وقت ضايع، دائما 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 مشغولة. فشباب كله بالتكرار. ما تقول أنا ما عندي ثقة في نفسي، عندك بلان، عارف أنت وين، عارف حالك أنت وين رايح، عارف شو الوقود اللي معك. ابدأ جرب، ما حتكون رائع من أول فيديو، ما حتكون رائع من أول أسبوع في البزنس، ما حتكون رائع بأول أسبوع عم بتحاول تزبط علاقتك بأهلك، ما حتكون رائع في أول أسبوع عم بتحاول تزبط جسمك، حتتعب أولها، ما حتكون رائع أنك عم تصحى كل يوم على الفجر، ولكن الثقة موجودة، التكرار مش موجود. فما تظلم حالك، ما تقول الناس اللي ما عندها ثقة موضوع نفسي عميق 1-2% من البشرية، من البشرية. ربنا أعدل وأرحم بكثير من أنه يخلق 50-60% من المجتمع ما عنده ثقة بالنفس. لا، ما في تكرار كفاية، فبدك تكرر الإشي بدك تعمله. شباب أفكار سلبية يعني طبيعي جدا، أفكار سلبية تيلي تلقائية، عرف زي هلا مثلا ممكن يجيك فكرة تخرب مودك، ها، وتخيلات سلبية أكثر من الأفكار. يعني كيف أتحكم في هاي الأفكار السلبية والتخيلات السلبية؟ يعني مثلا على سبيل المثال إذا قالوا يعني مثلا عندك برزنتيشن في الجامعة ولا شيء، فيجي لي سيناريو سلبي. شوف هذا دور عقلك الباطن إنه يحميك، خايف عليك. شو ممكن يصير لو صار غلط؟ شو ممكن يصير لو نسيت؟ شو ممكن يصير في بلاك؟ أنا بصير معي هيك قبل ما أطلع على الستيج، أنا ما معي ورق، أنت تشوف أنا ماسك ورق، كيف أتكلم يومين بدون ورق؟ لازم تثق في نفسك، ولازم تعرف إنك خلص مدامك حضرت كفاية واشتغلت كفاية، اثق في نفسك وتوكل على الله. صار الغلط شو المشكلة؟ طلعت في البرزنتيشن ونسيت، حتموت ما حتموت، حتسقط يا أخي بعيد المادة، شو المشكلة الكبيرة؟ بس إحنا بنصعب على حالنا العقاب، إني أنا حسقط وبس أسقط أنا خلاص مستقبلي راح وأنا مستقبل. لا يا أخي ريلاكس، فلما تحس هذا البرشر حتخاف هون أكثر. شباب إذا أنت خايف من كلام الناس فأبشرك، الناس حيحكوا عنك شو ما عملت، إلا لو بدك تضلك قاعد في البيت، وكمان حيحكوا عنك قاعد في البيت. شوف يا زلم، الرسول عليه الصلاة والسلام سبوه ضربوه، أنت مين ما يحكوا عنك؟ أنت مين ما يحكوا عنك؟ حيحكوا، قرار قرارك. هل كلام الناس بيوجعك أكثر من أنك تكون حزين؟ معقول يا أخي؟ عندك فكرة، عندك شغل، عندك طريقة كيف تربي أولادك، عندك طريقة كيف تعمل شغلة معينة.